يعني كنا بنتناول قبل الفقرة دي يا كابتن عادل قصة التناول الإعلام المغربي لحالة المباراة النهائية. شايف حضرتك الحالة تدعو للتفاؤل كنادي أهلي رايح بذهاب 2-1، هناك بيركزوا جدا على الجول اللي سجلوه هنا في مرمى النادي الأهلي، والنتيجة دي من مدير فني للاعبين للإعلام كله بيشتغل على الجانب النفسي ده. شايف ده حالة تطمئن النادي الأهلي فنيا، ولا الأمور شايفها إزاي من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه، اذا كنت انت في النادي الاهلي وتبقى قلقان من شويه بعض اعلاميين بيحاولوا ان هم ينالوا منك، انت الماتش اللي احنا لعبناه مع الوداد نكسب 4-5 مع الرقفه، انت عندك استحواذ الشوط الاولاني 83%، انت لو بتلعب مركز شباب او في الدوري المحلي عمرك ما تستحوذ بدرجه 83% الشوط الاولاني. تنضيع كام فرصه انفراد كامل، انت ليك 3 ضربات جزاء مالهمش شك، عندك حاله طرد، عندك حكم لا يعطيك اي حمايه طول المباراه، يعني انت كره ما تكون جايه لك وانت بتلعبها وهو ملوش دعوه بيها، بعد ما لعيب الكره اللي يفهم الكلام ده، بعد حسين الشحات ما بيلعبها ايه اللي بيحصل؟ بيروح مكمل فيه بيعمل ايه بقى؟ بالكوع في الكليه او بسن الجزمه في الانكل. كل الكلام ده اللعيب مع الجمهور مع اهميه المباراه يتحمل الالم ولا يشتكي ولا يقع ولا يدخل دكتور علشان هو عايز كل دقيقه يستفيد بيها يستفيد منها. فانا في اعتقادي ان احنا كلنا، انا يعني بفضل الله قبل المباراه ديت كنا موجودين في القناه وقلنا ان احنا هنكسب 2 و3، كان مع الاخ احمد سمير، لان انا عارف ان الراجل كولر طبعا ما فيش شك ان هو غير من اسلوب النادي الاهلي في فترات كتيره جدا، واعتقد ان هو بيلعب بطريقه متوازنه، فريقه في احترام، فريقه فيها على اعلى تكتيك من الاداء. يمكن دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها قصه التدخل، ولكن مدرب الوداد له تصريح كابتن عادل ان الحكام الكبار لا يخطئون مع تواجد تقنيه الفار. طب واذا كان الفار موجه، يعني هل عصام عبد الفتاح ملوش يد ان انت تجيب حكم لا خبرة له؟ النهاردة كل صفارة، كل لعبة المغرب، كل لعبة الوداد رايحين عليه بيعملوا له عملية رعب، وطبعا هو تضيع الوقت، شفناه قد ايه حتى في نهاية المباراة 8 دقائق قعدوا 3 دقائق او 4 دقائق اصابات وما حسبش، يعني المفروض يلعب 12 دقيقة اللعب الفعلي. فهو لما انت تلاقي حسين الشحات بيتزق جوه 18 بالطريقة دي وهو شايفها وما يحسبهاش والفار ما يحسبهاش، لا يبقى في توجيه. ما تقوليش ان في حاجه، لا دي مؤامره، ان انا النادي الاهلي نادي ليه عراقه وليه جماهير وبيتحارب من الداخل ويتحارب من الخارج، وعمر النادي الاهلي دايما وابدا كل انتصاراته بعد معاناه، لازم يبقى في معاناه لان المكسب بيبقى جاي بطريقه مشرفه ان شاء الله. كابتن علي اكيد قادرين نتخطى كل ده، وباذن الله في الملعب هنركز وفي مباراه المغرب هنحسمها.